عشر عشر ايه يا سلام الله شيروا شيروا يا ربع شيروا شير شير اسمع اسمعوا اليوم اليوم ترى فيه ترى فيه اعلان بنزلينا بالتيك توك ما ادري هو اليوم ولا بكره بس عاد نشوف زين بكم كذا اوه واو ماي جاد وش اسمه اليوم اي واحد شاحنه المتلقي ضايع ولا شاحنه المتلقي خربان يعلمني قصدي يتابع برنامج الاصفر اليوم لاني اليوم جايب لكم عروض ما في الحكا فايده نزلوها شكرا يا سنتوب على القلب عليك اضبطكم انا اضبطكم ابى قلبك السنتوب حبيب قلبي خربان حقي ضبطني عليك اضبطكم بعروض اما اني اعطيك ببلاش تبطين عظم هذه داريه سنتوب هذا اللي دعمني اللي اسمه سنتوب يوم دعمني جاني حرقان لا مو حرقان دعمني يعني سنتوب وكذا وتقولون ليش تدعمني الحشون عنك اذا دعمني واحد قمت اطقطق عليه باشا باشا انت باشا السام اللي تحت اضغطوا شير يا اخي زعل سنتوب طلع شباب اضغط السام اللي تحت شير يا اخي وير ار يو فروم ماي فروم سعودي اريبيا رياض هذول المتابعين رونالدو انا قايل لكم شفتوا كريستيانو رونالدو يوم ان قال قاموا يتابعونا الحين سلامة الحياة محتاجة ضحكة يا شباب بين كيف حالك يا مهرة؟ سنة خمسة يزوم تمام الحمد لله شخبارك أنت؟ شخبارك طيبة؟ يا أخي أنت المهرة يعني غريبة أقسم بالله أنك أنت إنسانة والله غريبة والله ليه؟ تبثين العصر كذا أحس أنك كذا الشيبان اللي موجودين عندك أنت كذا كأنه بدأنا نغلط من البداية لا والله مو قصة اني غلط لا والله متابعينك على عيني لا والله شوف بالليل احس زحمة وحوسة وما اقدر اركز صراحة العصر اروق يعني انت الحين تبثين العصر وفي الليل تستانسين تروحين تدوجين لا في الليل ساعات ابث بعد ما اوفر في الليل العصر اي شغالة حلبة انت تعالي تعالي بما انك انت يعني بث العصر والله بث العصر والله ما عندي سالفه والله اني طفشان ولا بيطلع لان الرياض اوقات الامطار زحمه فما بيطلع الصدق اي والله صادق طيب. مزروعي يا بعد عيني مزروعي ترى انا توني بث المعلوميه يعني والله عاد ما ادري عنهم يقولون المهره عنده مستوى المهره عنده مستوى قلت خلاص بوريكم حجمها الحين ايش دقيقه خلينا نرمي العلك ايش وشو شنو وشو طيب قبل... لا ان شاء الله ان شاء الله بفوز طب اسمع تبيها جوله ولا جولتين جولة وحكام صلخ لو سمحتي يعني لأني أنا إيه أنا إنسان والله أحب الأحكام الصلخ يعني أنت الحين لو تقولين لو تفوزين علي وتحكمين علي إني أنا أطبح من فوق السطح طبحت ما عندي مشكلة لا أوكي
عادي عادي اي اي قبل يعني. طب اول تحدي يعني مو اول تحدي هذا، كبس الشارات يا جماعة، ها اقول كبس الشارات خلاص. طيب اوكي كيفك، تبي احكام صلخ احكام صلخ؟ احكام صلخ انا ما ارحم. شوفي يا ويلك من سنتوب، شوفي هذا الثاني داعم، الثاني داعم، الثاني داعم عندي. انا ما اخاف، انا اموت شجاعه. تموتين شجاعه، ها علق عنده شفتوا. كفو يا سنتوب، بخليها تغسل المكياج. اصبر علي، خليها تطلع حقيقتها من المهره. تسمعوني علق عنده ولا عندي ولا ايش السالفه؟ ها شباب الورد، الورد ولا عندي؟ لا عندك، عندك علق 20 وردة يا جماعة، 20 إلى السيسي، 20 وردة لا يفوز. أنت الحين تفكرين بالفوز؟ بفوز بفوز إن شاء الله. صدق توني بات، ما أدري أنت، أنا توني بات ترى، أنت أول قسط قسما بالله. أنا والله أنت أول قسط، بس حرفيا كنت توني بات. كيف حالك المهرة؟ والله شوفي شوفي الصدق الصدق ترى أنا يعني داخل مع قسط، لأن يعني نبي نسلم عليك وذا، ولا المقصد مو مقصد تحدي ترى. ليه؟ ايش تغير كلامك؟ لا انا ما يتغير كلامي، يعني لو تبيني الحين اجلدك جلدتك عادي ما عندي مشكله. العين ترى معلق عندي الدبل. اي معلق معلق. ها لا انا ما اشوف والله علق قاعد، ما ايش السالفه. كابو يا سندب يا جماعه لا يفوز، كبس شعراتكم. ازعجتونا بدل المقاطعه، مقاطعه مقاطعه مقاطعة مين هالمرة؟ يبون يقاطعوني. ايه سبعة يا حبيبي، ايه سبعة ادري عنهم يا نزه بس سووا علي 100 مقاطعة. يا جماعة ترى نقدر نفوز. لا لا قدامي ما تقدرين. لا نقدر بإذن الله. ها؟ ما في شيء بعيد، نقدر ليش لا؟ والله لو اني المراعي كان خسرت المقاطعة دي. المهرة كم لك تبثين يا المهرة؟ بتك تك تك صيد؟ لا يعني بثوثك بثوثك. يوم من زمان من 2018. كم؟ من 2018. 2018 ما شاء الله عليك. اي يعني قبل كورونا وقبل قبل اي قبل كورونا. وما مليتي للحين؟ انا بث 2021 والله اني ما ترى بقول لك شيء، انا والله صدق انبسط لما ابث، انا انسانه بيتوتيه اصلا ما احب اطلع واروح واجي، ف عكسي صراحه استانس والله عكسي. والله انا جدا بيتوتيه، انا اقول لك قسما بالله اني عامل البث معاملة عيالي والله العظيم صدق. اذا طلعت كذا ما بثيت لهم يعني مثلا اليوم قررت اني اسحب عليهم اشيل همهم، اشوفهم متنطلين في كل بث كذا ما يصلح. طيب خلاص ايه شيء هم بث اجل، ها دامك شايل هم بث. بعض الأحيان ما ودي الواحد يبث، تدرين أنت يا النفسية جماعة تكون يعني. آخر دقيقة النفسية شوية، ها ما أنت فايزة أنت وسكورك كأنه رقم فاتورة. ما والله صدق فش سكوري يا جماعة لا يفوز. أنت لا من أنت ترى فايزين صقر فايزين. طيب أنت إذا نزلتي صقر ننزل 10. أنا الحين داعميني قايلين كذا يا ويلك تسحب اليوم، اليوم رأس السنة معليش آسف من الحين أقول لكم ماني باث. أجد ولك ها؟ اي 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 بطلع مخيم الصدق. حلو. عاد صراحة تضحك مخيم. والله مخيم وراس السنة وناسة، اضحك. ايش قاعد بثوث؟ راس السنة وناسة، اليوم اعذرونا. ندوج. استانس. خلاص أنا ببث لكم، لا تخافون ما راح أخليكم. خلوكم عند المهرة، والله تستاهل المهرة. والله المهرة والله فيها قبول أقسم بالله. ايش سوالف؟ ايش ضحك؟ ايش والله سبحان الله فيها قبول ذا البنت. الله يسعدك والله. والله اني صاد. احسن كذا محترمة كذا. ارحب لوسيل. لا لا لوسيل يا مسكينة صح؟ لا والله ما انت مسكينة. انت مسكينة. انت مسكينة. انت مسكينة لله سبحانه. ولا بالعكس والله شوف شخصيتك سوقينهم سوق في ذا البرنامج. كنت احاول استعرف بس ما قدرت ما ضبطت معي. الداعمين لبوا والله قلوبكم. لا جحفلة 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 جولتين جحفلة. وين جحفلة؟ عيال نعطيها فرصة. يلا يلا تعالي فرصة بالله ضيفوا الداعمين. ضيفوا الداعمين يستاهلون اللي عنده. يا جماعة كبسوا شيرات. عيال تكبيس وشير. تكبيس وشير. اللي يسوى واللي ما يسوى. غريبة باثة الحين. والله اني طفشان الصدق وزحمة والله زحمة. انتم لو تشوفون شارع جابر اقسم بالله تقولون ناصر عاذرينك لا تطلع. روحوا شوفوا شارع، تعرفون شارع جابر؟ جابر. أيه؟ الشيخ جابر أيه؟ اللي بالرياض عرفتي؟ أن بيتنا قريب منه والله العظيم المهرة
أنت بالرياض عايشة؟ تعرفين شارع جابر؟ أعرف شارع جابر. جابر كم مرة قلت جابر؟ والله العظيم قسما بالله معنا يا المهرة والله معنا إذا جيت بطلع بروحة قهوة أقعد ساعة لأن الزحمة أن بيتنا من عنده لازم غصب أمره من عنده أي شارع؟ جابر نفسه أي جابر حلو أرحب يا محار والله مشكلة اللي ساكن بالرمال بيدري الرمال المونسية الطقة هذه بيعرف الشارع ده لا هنت يا محر لا هنت محر على الصدام لوسيل يا لوسيل محر ترى يعرفه يعرفه ايه اوكي بس برضو ما تعرف لوسيل ها على الصدام انت في عندك اقول على الصدام انت و انا قلت لكم بموت شجاع ولا موت جبانه عادي حتى لو خسرت اهم شيء نهايه لوسيل لما قال ويا لوسيل شباب شير شير يا الربع شير شيروا يا جماعه شيروا أبا عينك يا محر يا لبة طلع راما ما طلع عندي تدرين ما أدري من عندك يا جماعة كبسوا شيراتكم حبيبي يا محر حبيبي أنا من يوم دخل عندي محر من يوم عرفته وأنا ما أعرف الساعة ذي اللي حاطها في الصورة وش الساعة هذه مهرة أحسن كلمة مهتمة في الساعات يا الله قسما بالله ما أعرف يا الله يا العفوية لا ما هي بعفو فيك ايش فيك ايش فيك يعني والله ما اعرفها والله اتوقع انا مو ما اقدر اكبر الصوره بس اتوقع ريتشارد ميل اي اتوقع والله أتوقع. اني ما اعرفها ما ادري قسما بالله لا يقول لك نواف من نواف شباب ورد ورد يا عيال الماركه حق الاغنياء مره يا كيف يعني كم سعرها يا ناصر ما ادري يمكن مليون اتوقع يعني هي فهم العفويه غلط يعني واحد ما يعرف ساعه يصير عفوي لا عفوي يعني انه لا العفوي اللي مسوي نفسه ما يعرف كل شيء واللي مسوي فهمتي كذا مو يعني اوكي فرق سوي ايه. نفسك ما تعرف كل شيء عشان تصير اقول عفوي مره ثانيه تضبط انا بصير عفوي وبسوي نفسي اني ما شفت سكورك لاني فش يا جماعه صدق سكوري نعم الدبل جايز حبيبي 1009 اروح كامري انا لا دقيقه وش هو حط كامري هو أفلون حزب الأفلون أرعب أنا معي أفلون بعد حالوا خاص تصير صديقي افتسع أصلا ما طلع عندي عروب ما تشي السالفة بس أنا بريميوم قفل ملفك أنت سوح يا جماعة آخر دقيقتين طب إيش سيارتك أنت يا ناصر أنا سيارتي أفلون لا صدق بس صدق والله قسما بالله أفلون شفتي حتى أنت تحسبيني كذاب ترى والله ماني بكذاب والله صدق الناس مو مصدقين أني أنا مشهور معي أفلون شوفي هي غلطة تبين صدق هي غلطة يعني نفس غلطة اني لاعب معكم ما عندكم مستوى لحظة الحين بتجيك المستوى يا جماعة شيك ايش عندك راعي معلومات في السناب بالله عليكم ايش رايكم في الفعالية اللي في السناب اليوم بالله ايش رايكم استمر استمر يلا يا سبا الله كفى قالت المهر استمر كفو محار كفو والله حيك 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 اشكر الدعم الكبير سنتوب والله يا سنتوب كفو عليك كني عرفتك كني اشوفك لابس جاكيت احمر الله يسعدك يا محر لا هند كنك تحب يلا. البسكوت يا سنتو اسمع ترى بحكام ها ما في طيب اكيد بحكام اكيد انا يوم تاني مستوى قمت اقول بحكام طيب ايش رايك بالازيرة اي واحد معي ازيرة هطف سجلوها يعني وش ذي ها الازيرة في احد يشتري ازيرة انا ما ادري ما ادري وين عقولهم اللي يشترونها يمكن هم يوم راح يشترونها عقولهم مو كانت مو بروسهم يعني شكرا قوي شكرا فراشة ادري ادري والله تخيلي اشتري تخيلي مهرة تخيلي تشترين سيارة ب 160,000 ايه حرام يعني اسمعي 160,000 تشترين السيارة بعد سنتين تبيعينها ب 60,000 اي عادي ومتهرق لو حالتك حالة عادي انا احس السيارات ادفع شكرا افلو تشترينها ب 190 بعد 10 سنين تبيعينها ب 189,500 اشكر بشتري افلو حزب التويوتا لا صدق التويوتا قوية صدق وكويسة والناس في واحد كاتب تخيل اشتري سيارة 200,000 وما عندي بيت نظارة اشنك صادق اقسم بالله اني شريت الافلون ما دريت ان ما فيها بيت نظارة يخرب بيتهم سيارة ب 200,000 ما فيها بيت نظارة الله يلعن شكلكم هذا اللي قاهرني تصدقون في الافلون هذا اللي قاهرني بس شباب تحفلوني يا شباب تحفلوني ونسولف في الافلون لا هنت الله يسعدك لا هنت والله ما قصرته يلا الحكم نفذ 100,000 بشب شو؟ أنا فايز عليك لا أصنك العب العمية الفاصلة شكرا الدعمين لبولا قلوبكم ما قصرت 100,000 بشب يلا نفذ فزت أنا أقول نفذي بس العبي الفاصلة بس أوكي عندكم مشكلة
انت وش سيارتك المهرب بما انك تبثين من 2018 يعني؟ رز المفروض 2018 سيارتي رز راي صراحه. طيب وش سيارتك؟ خربتك وانت ودي فلوس عشان زي الظروف. ظروف؟ خلاص يا عاد لا تسوقين، تسوقين على المتابعين بس ما تسوقين. اقطع وارجع. اقول انت ودي دراهم اخلص يعني. انا سيارتي على قدي. وش هي؟ كل واحد مع رنج، انت معك رنج؟ لا ما معي رنج. وش سيارتك؟ توقع. شوفي على شكلك. اي. كذا واسلوبك كذا. مرسيدس احس. عجيب. اي والله احس مرسيدس صدق. صح سيارتي. والله صدق؟ والله. وش هي؟ كبيرة صغيرة؟ سيدان ولا جايب تقصد؟ لا لا صغيرة. ما يعني ما ادري. ما اقتنعت بشكل جايب مرسيدس. اي شيء مرسيدس لو سيكل ما في مشكلة عادي. نرضى. إيه صغيرة بس مو بصغيرة صغيرة سي و اي وخربيط. لا حبيبي انا سيارتي اس. اوه اس كلاس. اي شيك. الله. ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة تكبيس الشيرات. الجولة الفاصلة جولة حكم. حبيبي سمير منور سمير. شباب هذه الفاصلة ترى. اوه تربل يا جماعة تربل ايش تدعمونه ينضرب ثلاثة. اوه تربل يعني الاسد يسنتوب ثلاثة سود. يعني اليونيفيرس. تسمع يا جهاد ولا ما تسمع؟ 25 وردة يا جماعة دبل. جهاد تسمع ولا ما تسمع؟ شوك مشغل اغنية المقاطع. لانهم مقاطعيني. مقاطعيني فهمت يعني يدخلون عادي مو بلازم يسوون تصميم شيلة. بس سجلوا الشاشة. انت تشغلها ممتازة. أيوه. يا جماعة 20 وردة. تربل جايز. صعب صعب باقي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. أفا. ما قفلت الدبل ما قفلته. أفا. ما قفلته يا شباب هذه الفاصلة ترى. ما عليه فدا رجولكم فدا مواطي رجولكم حنا مدبلين بلاي شاي. حشمنا ارحب سنتوم. خرب بيتكم يا عيال تربل. حنا مدبلين بلاي شاي فدا رجولكم عادي. اي اي علق هو والله يعلق والله العظيم. تربل تربل لا 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 اي سبعة يا لب قلبك يا سبعة شباب تربل هذا سكورنا. خلص التربل عندك؟ اي والله هذا اللي طلع معكم في التربل. ابرك من اللي ما قفله. ام حق علم ابو حمد بس بنفوز. اي اي قطع. شو تجيبين الكلام لنفسك انت الله يهديك بس. ما احتزمت بمحزم نهيم وكايد. ايوه احتزمت باللي يرد القوم جده. يا سلام والله كفو. يا سلام سلم. شري بس سعد. كفو يا محار. لبة والله عينك يا محر حيك 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 الله يعزك على العز. ايش فيك ناصر ايش فيك؟ لا, لا والله ما فيني شيء بس حياتكم سهلة البنات. ليه؟ حياتكم سهلة. الحمد لله اني ولد. الحمد لله اني ولد. كفو يا محر كفو. لب عينك يا محر حيك والله حيك الله يعزك على العز. وافي وافي ومجمد. ايوه هي الله وجهك يا محر. لب والله عينك يا محر الله ارحم ارحم يا بحر. ارحم يا بحر ارحم يا احمد ارحم ابو عصيمي. اي والله ما قصر. لبى قلبك ابو عصيمي. ابو عصيمي ترى قال لي بجري سحبت علي. انا اوريك لا اصيدك والله لا اصيدك. يا جماعه ثواني بحر ينافس نفسه. والله محر ينافس نفسه والله ونعم. اي والله والله صدق بسم الله. اخذ ثواني يا جماعه. اي فواز فواز دخل البث. فواز والله العظيم اني زعلان عليك اقسم بجلال الله والله اني زعلان. انت تسمع تبي تسمع وتتجاهل
بس والله اني زعلان عليك. لب عينك يا محر، الله يسعد قلبك. والله اني صادق اقسم بالله، الله يسعد قلبك، والله ما قصرت، وافي ومجمل وردة عائلك وابوك يهدي البل. اسمع اسمع الحين انا كلنا الحين انا فزت يعني محر محر يلا كلنا خلينا نقولها مع بعض يلا ايش خلينا شكرا محر كذا يلا يلا واحد اثنين ثلاثة حط فنت والله اني داري انا بتسويه فيني والله اني داري اسمع يلا الحكم الحكم خلاص يا لب قلبك يا محر واحمد عصيمي ويا سبعه وسنتوب وبو بولاريس ابو حا ابو اي والله ما قصرت بعد محر ما قصرت والله كلكم بس والله ما قصرت يا محر اسمع الحكم شوف صدق بما انه كان الراعي الرسمي للجوله محر فمحر يحكم ايش رايك بالفكره ما يحكم محر يحكم اقول يلا ابد تم تم انت الاحكام بعد يعني انت الاحكام تجيب لها محكامك خبرها اوكي لا يقول بالله المهره كم 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 عمرك عمري 27 ايش 27 والله والله كم عمرك انت والله حسبك اصغر انا عمري 24 ايوه اكبر منك يعني لازم تحترمني أنا محترمك من قبل لا أعرف عمرك لا بس تحترمني زيادة خلاص تم يلا 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 هالوغدان يلا إيش نحكم عليه يا جماعة وغدان طلع طلع العرك يلا إيش نحكم عليه وإيش هقول أما أنا الصدق يعني أصبر إيش ودكم طيب بحكام يلي تكتب نواف نواف القحطان أنا أحب يا نواف القحطان وراك تكتب نواف 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 إيش فيك في واحد معطينا برنت عنك اسمع 30 عمره مع افلون عشبيه متزوج اماراتيه وعنده برج في الرياض لو عندي برج في الرياض ما قلت شدي ما قعدت قبل وجهك لو عندي بالرياض ما بثيت العصر مع المهره والله صدق يا شباب ايش فيكم انتم لو عندي برج في الرياض ما شفتوني يا بنت خلاص اسمع ناصر ايش رايك بالفكره هذه أخذها حصانة إذا 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 سمح والله محر أنا صراحة ما ودي يعني أحكم أنت الحكم عندك عادي اللي تبين والله أدري أدري بس بأخذها حصانة خلاص طيب خلاص تأخذين حصانة قبل لا نطلع بالله بسألك وش أفضل بيجو ولا التيك توك شوف بيجو كان له فترة كان كويس بعدين الحين لا الحين تيك توك لا مو الحين أنا أقصد أنت جربتي هذا وجربتي هذا وش أفضل احترام تيك توك والله كومنت وكذا كذا كومنت هناك هناك الوضع كأنك في حارة عصابة تنمر كأنك في شيكاغو اي تنمر كل شيء عندهم بريال السب بريال القذف بريال كل شيء فهنا لا هنا لا تحس الناس يعني ضربة كومنتات ضربة قليل اللي يسبون قليل اللي يتكلمون بس هنا يحبون الفتن شوي شوفي هناك سب يمكن انت عشان قديم شوفي هناك سب بس هنا بالتيك توك مو سب بس يحبون القيل والقال اي ما ادري ما تدري ما صادفت لاني ادخل بث واطلع ما ما لي احتكاك يحبون القيل والقال ويحبون الحكي يحبون يسوون مشكله من غير شيء اصلا الاثنين يكونوا مو متهاوشين خلوهم متهاوشين موفق محر ما قصرت رايتك بيضة تشبيك يلا تشبيك ما نطول عاد انت ما شاء الله أص خلاص يلا يعطيك العافية شكرا لك المهرة وتشرفنا فيك يا سلير باي
والله صدق. خلنا ندخل من هذه دي بويا أصر أصر. والله الحمد لله تمام، شو أخبارك أنت طيبة؟ الحمد لله. تنفذ أحكام؟ لا صدق والله. إيه لأني ما قد خسرت. يلا جرب. طيب كم عمرك أنت؟ ها؟ كم عمرك؟ 18. إيه والله العمر كله إن شاء الله. وياك كم عمرك أنت؟ أكبر منك بست سنوات. 24. 24. إيه العمر كله إن شاء الله. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام، شو أخبارك أنت؟ أنا الحمد لله. جعله دوم ان شاء الله، جعله دوم. ليش متحمسه للتحدي؟ عندك داعمين ولا ما عندك؟ لا تو طالع من واحد لهدني يا كذاب، اشوفك تبثين لك ساعتين. لا تقولين اي توني بث، توني بث، ما عندي داعمين. ترى مالك عذر. لا لا ما مالي عذر، بلعب انا. وصدق صدق ما عندي داعمين، كذا يجون فجاه. سنتوب سنتوب شكرا. اي قفل ملفه، قفل يهايط على العالم ويقول ما قد خسرت وما ادري ايش. خسروا خسروا.